نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كانت هذه صلاة المغرب، وفي هذه الأثناء عامل المدينة والوفد المرافق له من شخصيات مدنية وعسكرية، وكذلك رئيس جماعة مكناس ورئيس المجلس الإقليمي لمكناس، إضافة للسيد ولي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الإقليمي للوقاية المدنية وقائد الحامية العسكرية، وعدد من المسؤولين مشاهدينا حاضرين لإحياء هذه الذكرى، ذكرى وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، في الذكرى 25 مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. Yeah.
Okay.
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أتم الأنبياء والمرسلين. أيها الحضور الكريم، نلتقي في هذه الليلة المباركة لأعياد الذكرى 25 والفاتحة للأمة المغفور لها الحسن الثاني رحمه الله. هذه الذكرى الثانية التي ما زالت تشتم على صدور المغاربة فاطمة بكل حزن ودمعة وأسى. نتذكر بعيوننا نباحة الخوف وهوى المصاب، وكأن الحدث وقع من أمس قليل ولم تمض عليه أزيد من عقدين من الزمن. عزاؤنا جميعا الإيمان الصادق بأن الموت قدر من قدر الله سبحانه وتعالى، ولا راد لقدره ولا معقب لحكمه، فقد أوجبه سبحانه على جميع مخلوقاته، لا ينجو منهم أحد كائنا من كان. قال تعالى في محكم التنزيل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه لأعز خلقه وأشرفهم سيدنا محمد عليه السلام: إنك ميت وإنهم ميتون. فلم يبق أمام الإنسان إن جعله الله سبحانه وتعالى بقدرته القادرة مخلوق البشر، قدر عليه أن يعيش عمرا طويلا أو قصيرا، وقضى أن يموت هذا الإنسان وفق قدرته الجارية وجبروته القاهر في الزمان والمكان الذي أراده سبحانه. لم يبق أمام هذا الإنسان إلا السعي نحو العمل الصالح الذي جعله سبحانه وتعالى سبب الفوز والفلاح. قال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. في يوم قال عنه سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبما تقيس عمرك أيها الإنسان إن لم تعمره بزاد ينفعك يوم المعاد؟ فما أسرع مرور الوقت وانتهاء الأعمار وصراما ناشا، فهل من متعب معتبر؟ إن رحيم جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وجعل الجنة مأواه كان عبدا هليما بكل المعايير، لما كانت له رحمه الله من أيام بيضاء نقية على المغرب والمغاربة، فيبقى على المغاربة أمد الدهر ويجب الدعاء له والترحم عليه في كل وقت وحين. إننا فقدنا ملكا قائدا ملهما وعبقرية فذة نادرة. إنه الحسن الثاني رحمه الله بان المغرب الحديث وباعث نهضته المعاصرة في شتى المجالات والمناحي. عرف رحمه الله بملكته ودهائه السياسي منذ عيان شبابه، فهو صاحب ثقافة واسعة ونباهة منقطعة النظير وفراسة لا تخطئ وبعد نظر ثاقب وغيرها من الخلال والخصال والمناقب والمميزات التي ينظر وجود مؤلفاتها في غيره من القادة والزعماء. الحسن الثاني رحمه الله هو موحد البلاد ومحرر الصحراء ومبدع المسيرة الخضراء. كان لسياسته الرشيدة آثار عظيمة النفع على المغاربة قاطبة حتى يعيش في أمن وأمان وسلامة واطمئنان. الحسن الثاني رحمه الله هو مشدد السدود تحقيقا لسياسة الأمن الغذائي الذي صار اليوم من أعظم ما تسعى الدول لتحقيقه. ونحن نقف في هذه المحطة من تاريخنا المعاصر مستقبلين ذكرى وفاة الملك الحسن الثاني، والأسى يعتصر قلوبنا جميعا، يخفف من وضعه ما خلفه رحمه الله من ذرية صالحة مصلحة تجسدت بكل إشراق ووضوح في أمير المؤمنين وحامل الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما زال على العهد الأبدي سائرا على الدرب يقتفي آثار والده بخطى ثابتة حثيثة، يلتقي بالمغرب والمغاربة نحو مدارج الربح والازدهار والتقدم في شتى المناحي والأصعدة، يواصل مسيرة النمو في إبداع وابتكار، ويرعى في أسر وثبات ميادينها المتنوعة، وينهض بإصلاحات كبرى في الحق الديني والدنيوي، يبرز الفضائل والمكارم والقيم النبيلة
حتى يعم الإخاء ويشمل الأمن والأمان والرخاء والاستقرار سائرا وعليم بإذن الله تعالى. إن المغرب أيها الحضور الكريم بلد الوصول جغرافيا متصل التاريخ، وعلى عاتق الخلف اليوم مسؤوليات جسيمة تجاه السلف للتعريف بمختلف مراحل بلدنا العزيز ومعرفة سير أكبر رجالاته للوقوف على حياتهم والتزود من حيرهم والاقتباس من أنوارهم وفي طليعتهم جلالة النبي الحسن الثاني رحمه الله. هذا الوطن الأمان لقد كان بحق وصدق نادرة الزمان حق لشيب اليوم أن يقف بكل إكبار وإجلال لهذا الرجل العظيم وأن ينخرط في دراسة شخصيته بكل إمهال وتبصر لأخذ الدروس والعبر للانقلاب في بناء الوطن على قواعد راسخة عزت متينة أرسى دعائمها سديد رأيه وغزارة علمه وطول ميراثه الذي ورثه عقبه ووريث سره وخلفه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى وأيده. تسار من المغرب من نصر إلى نصر ومن نهضة تتلوها نهضة تحقيقا للسعادة والرضي والنماء. بارك الله في مولانا الإمام وسدد خطاه آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.